منور الدنيا وحمد لله على السلامة. كلام كبير جدا يا محمد، يعني بشكرك جدا. اولا سعيد جدا بوجودي في البيت الكبير، شرف ما بعد شرف ان انا اكون موجود معاك في قناة النادي الاهلي. فخور ان انا موجود في هذا المكان العظيم والعريق جدا جدا. فخور ان انا يكون اول لقاء ليا بعد سنين غربة خارج بلدي، ان انا اكون في اول لقاء هنا في قناة النادي الاهلي. بشكرك على كلماتك، وان شاء الله اتمنى يا رب باذن الله تكون حلقه جيده ونكون ضيوف خفاف على الساده المشاهدين انا وانت باذن الله. ان شاء الله باذن الله. باذن الله. عايز اقول في البدايه حجم الرسائل وحجم المتابعه، وعلى تويتر او حتى على الفيسبوك لما جمهور النادي الاهلي عرف ان انت موجود النهارده على شاشه قناه النادي الاهلي، مش عايز اقول لك اتحملنا، يعني الناس حملتنا رسائل كتيره جدا. البعض ممكن يقول لك ايه هسال اسئله، لا انا عايز اقول لك الجمهور وجه لك شكر غير طبيعي على مدار ال 48 ساعه الماضيه. ده فضل ونعمه من عند ربنا. ما كنتش احلم بالاطلاق ان انا اوصل هذه المكانه في قلوب الجماهير بالذات الاهلاويه. انا من عشاق التعليق التعليم من صغري. استاذي طبعا ميمي الشربيني، استاذي الكبير ربنا يديه الصحه، طبعا انا كنت من عشاقه. كنت بحلم وانا صغير ان انا اكون في مكانه الى حد ما معقوله مقبوله. ولكن المكان اللي انا فيها دي ده مكانة كبيرة جدا بالنسبة لي. كلام الناس وتشجيع الناس وكلمات الحب والثناء من الجماهير الأهلوية أو الجماهير المصرية بوجه عام دي حاجة تشرفني وترفع راسي. الحمد لله والشكر لله دايما بكون بحاول أنا أسعى واجتهد عشان أصل لمكانة محترمة، وأن أنا أكون دايما عند ثقة الجماهير المصرية. أعتقد الحمد لله خلال 21 سنة شغل وخبرة في مجال التعليق الرياضي ما بين قنوات مصرية وقنوات عربية، أعتقد الحمد لله والحمد لله كنت صورة إلى حد ما مشرفة لمصر والمصريين في الخارج. ومرة تانية وثالثة ورابعة بشكر كل الجماهير المصرية على وقوفهم، على كلامهم، على تشجيعهم. وبشكر في البداية طبعا بشكر الدكتور محمد العدل على استقباله وعلى واجبه. بشكرك، بشكر زمايلي وأصدقائي القدام.